centro strategico e operativo per la pace, la sicurezza e lo sviluppo nello spazio afro-mediterraneo. Perché con le vive avvio che tengo un bagerino. Non ho fatto arrabbacci. Non ho fatto bambino, ma non ho fatto arrabbacci. La sua seguita è sua Maria Nicoletta. تساؤل مطروح ومشروع ومثار نقاش في الساحة الليبية، هل ليبيا مخترقة من قبل المنظمات الحكومية الأجنبية وتعمل في ليبيا تحت غطاء خيري وتنموي؟ هل تختفي هذه المنظمات ليقع ضحيتها المواطنون الليبيون الذين يمتلون اليوم داخل دوائر الاتهام؟ ما دور الحكومة في ذلك؟ وهل لها يد مسؤولة تملصت في لحظة الحقيقة؟ ومن هي نكريتا جيدا؟ وما علاقتها بالحكومة الليبية؟ وأين هي اليوم؟ كل هذه الأسئلة أطلت برأسها عند إدراج هذه الاعترافات من قبل جهاز الأمن الداخلي حول منظمة أراباتشي للسلام، والتي يشتبه في كونها منظمة إيطالية غير حكومية تقوم بتأسيس لأنشطة مخابراتية تعنى بتوطين المهاجرين داخل ليبيا تحت غطاء تنموي وزراعي، كما يقول أصحاب هذه الاعترافات الصادرة عن جهاز الأمن الداخلي. ضبطي من قبل جهاز الأمن الداخلي على خلفية مشروع تم طرحه من قبل منظمة مبادرة أراباتشي ومعهد سيانباري. المشروع متعلق بدعم التنمية الزراعية في الجنوب الليبي. لما استفسرنا وتبين الموضوع قالوا لنا تم التعديل وهذه عبارة عن خطأ بالترجمة وما إلى ذلك، لكن من هنا بدأت الشكوك تظهر على السطح. وأبرام تعاقد عمل مع منظمة أراباتشي بموجب عقد عمل غير مسجل أو معتمد من أي جهة رسمية وبدون أي مستندات رسمية سوى كانت تراخيص أو إذن مزاولة نشاط على الأراضي الليبية. للإجابة عن هذه الأسئلة قمنا بالبحث عن هذه المنظمة والتقصي عن طبيعة أنشطتها في جنوب الصحراء أو بالأحرى في جنوب ليبيا، لعلنا نجد اسماً أو نفياً أو إثباتاً للاتهامات الموجهة لها والتي أخذت نطاقاً واسعاً. بحثنا عن معلومات عن أنشطة أراباتشي على شبكة الإنترنت ليتبين لنا التالي: تقدم منظمة أراباتشي من أجل السلام نفسها كالتالي: هي منظمة دولية غير ربحية مكرسة للبعد الإنساني للسلام، تأسست في عام 2010 برعاية الحكومة الإيطالية ووزارة خارجيتها، تقدم المساعدة للحكومات والمجتمعات المحلية لبرامج المصالحة، وتقوم على ركائز الحوار والسلام والتعليم والعمل. من خلال تصفح الموقع الإلكتروني لهذه المنظمة تكشف بأن لها أنشطة في كل من ليبيا والسودان والنيجر ومالي ورواندا وسوريا. تتلخص هذه المناشط على سبيل المثال، والتي تقوم المنظمة بالدعاية لها، في الوساطة في اتفاقية السلام ومشاريع ذات طابع خيري وتنموي. بحثنا عن أدوار لمنظمة أراباتشي في ليبيا وهذا ما تبين لنا: صفحات المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي بفيسبوك وتويتر وإنستغرام متوقفة، ومن خلال تصفح موقعهم والذي يتم فيه الإعلام عن نشاطات المنظمة في كل الدول أقفلت بالموقع الزاوية الليبية بدعوى تطوير الصفحة أو بالأحرى تم حجبها. ما تبين لنا فقط هو ذكر أماكن نشاط هذه المنظمة في ليبيا، وهي في مدن سبها ودرج وبراك الشاطي والكفرة وغات ومرزق وأوباري كما هو مذكور. فيما عدا ذلك هذه الصورة تم التقاطها في يوليو من عام 2022 لأحد مناشط هذه المنظمة،
وهي منحة لتغطية إيجار مدرسة للجاليات الأفريقية في مدينة سبها لتغطية مصاريف الإيجار، وذلك بالتعاون مع ما يعرف بمجلس إقليم فزان، وهو لا تواجد نشط له حاليا بحسب مصادرنا في المدينة. حاولنا التقصي عن رئيسة المنظمة لعلنا نصل لخيط ما إليها ونطرح عليها الأسئلة، وهي السيدة نيكوليتا جيدة، وهي رئيس المنظمة والتي حجبت هي الأخرى أي تواصل لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن بتتبع أكثر دقة اتضح ما يلي: عملت نيكوليتا جيدة لأكثر من 30 عاماً في أكثر من 30 مشروع يعنى بضحايا النزاعات والناجين من الحروب والاغتصاب والعنف الجنسي والفصائل المتحاربة، وهي مؤسسة منظمة أراباتشي للسلام في عام 2010، وهي منظمة وساطة لمعالجة قضايا الاعتراف والعدالة والأمن والتنمية والصحة والتعليم والمصالحة. تعمل المنظمة التي تقودها جيتا بالقيام بأنشطة في ليبيا ومالي وتشاد والنيجر وجنوب السودان والسودان وسوريا، وذلك بدعم من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الخاصة. وبالرجوع أيضا إلى عام 2018، فقد كانت المنظمة طرفا مخولا من الحكومة الإيطالية لتوقيع وتنفيذ والإشراف على ما جاء في مذكرة حسن النوايا بروما ما بين عرب مرزق والتبو فيما يخص إنهاء النزاع في منطقة مرزق ومراقبة وقف إطلاق النار بحضور أعيان من التبو وعرب مرزق. وهذه الصورة أيضا تبين مراسم وبنود توقيع ميثاق الصلح خير بين عرب مرزق والتبو في عام 2022 بحضور نائب رئيس الحكومة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح وعضو مجلس النواب صالح الهادي ورئيس مجلس الحقوق والحريات ووفد من عرب مرزق ووفد من التبو، بالإضافة إلى السيدة نيكوليتا جيتا وهي رئيس منظمة أراباتشي الإيطالية. تنص اتفاقية الصلح خير بأن منظمة أراباتشي الإيطالية تدعم جهود التعايش السلمي وتنفيذ المشاريع الملحة والطارئة والتي ستتكفل بتطوير بيئة ملائمة لعودة الاستقرار والأسر النازحة والمهجرة وتحريك عجلة الحياة في المدينة، وخصوصا بالخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والطاقات المتجددة والصحة والتعليم والبنية التحتية والزراعة والأنشطة المتعلقة ببناء الثقة والدعم النفسي. هذا يعني أن هذه المنظمة علاوة على أنها تستمد دعمها من الحكومة الإيطالية، فإن تواجدها في ليبيا في ظل معرفة وتنسيق ومباركة حكومية ليبية. تحصلنا على وثائق أخرى، وهذه الوثائق هي صادرة من المجلس الرئاسي ممهورة بتوقيع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، والتي وافق فيها مسبقا على اختيار تمثيل أهلي من مرزق من مختلف مكوناتها لإعداد هذا الميثاق برعاية المنظمة التي هي محل بحثنا. وهذه مراسلة أخرى من مدير مكتب نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، والذي ثمن على جهود منظمة أراباتشي للسلام، وفي فحوى المراسلة طلب بتسليم تأشيرات دخول للأراضي الإيطالية لتوقيع اتفاق السلام برعاية المنظمة. وأخيرا وليس آخرا، وهو طلب موجه إلى المخابرات العامة بالمنطقة الجنوبية بشأن طلب تسجيل هذه المنظمة. وهذه مراسلة من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية من إدارة منظمات المجتمع المدني بها، والتي تخاطب رئيسة المنظمة نيكوليتا جيتا بأنها قد حصلت على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتها في ليبيا. بكل هذه المعطيات يتبين الآتي، وهو أن المنظمة تمارس مهامها في ليبيا بشكل قانوني. تحاورنا مع أستاذة العلوم السياسية ومديرة إدارة مفوضية المجتمع المدني سابقا الدكتورة عبير منينة عن ما هي الأطر الحاكمة في مسألة عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا وما حدودها وضوابطها ومعاييرها. في ليبيا نعلم جيدا أن لا يوجد هناك قانون ينظم عمل هذه المنظمات. تتحدثون عن قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني. ما هو موجود هو مجموعة من اللوائح المتناثرة التي اعتمدت من قبل مفوضية المجتمع المدني، والتي لا تكتسب طبيعة الحال قوة القانون، نظرا لأن تظل لوائح منها غير معتمد من رئاسة الوزراء كما نص قرار إنشاء مفوضية المجتمع المدني للأسف.
نحن أمام وجود لمنظمات تنظم وفقا للوائح. هذه اللوائح طبيعة الحال فيها نوع من التنسيق مع الأمن الداخلي والأمن الخارجي لضمان عدم وجود ما يشين عمل هذه المنظمات. سألنا منينا أيضا عن المظاهر الغير المشروعة التي تمارسها منظمات المجتمع المدني غير الحكومية المتواجدة في ليبيا، وكيف يتم التعامل معها؟ كثير من المنظمات هي أدوات لسياسات أخرى أو برامج أخرى أو أيديولوجية أخرى أو أجندة أخرى، يعني هذه هي إحدى الأدوات المستخدمة دائما من قبل الدول ومن قبل أيضا جماعات ومنظمات ذات الأهداف الواضحة، سواء أهداف خاصة بأيديولوجية سياسية معينة أو دينية معينة وما إلى ذلك. لذا علينا أن نوضح الفارق ما بين اثنين، أو أن لا نخلط أو لا نعمم في واقع تجاوزات تكون صحيحة، وفي أحيان أخرى هذه التجاوزات هي تكون عملية مبالغة من قبل الجهات الأمنية في تفسير بعض الأنشطة ليست إلا، ولكن هذا لا يعني أن هنالك كثير من التجاوزات تقوم بها هذه المنظمات ويجب فعلا توقيف عملها وطلب تبرير لذلك. لكن للأسف عندما يكون هنالك أنشطة تكون مباركة من قبل بعض الأجهزة ويتم تسهيل الخدمات لها وتقديم كل ما يعزز من عملها ويمنح لها الحماية المؤسساتية وكذلك الأمنية. وفي حالة منظمة أراباتشي التي نتحدث عنها اليوم، كيف يمكن تقييمها؟ هنا يجب الانتباه كثيرا لمثل هذه المنظمات، وأخص بالذكر حقيقة المنظمات ذات العلاقة بموضوع الهجرة. نعلم جيدا أنه ألقينا نظرة تقييمية على واقع الديموغرافي لسكان الجنوب من 2011 حتى تاريخه، لا نجد أن هنالك كثير من التغيرات التي حدثت وتم بموجبها خلخلة التركيبة السكانية للجنوب، ولا أحد يخفي عليه ذلك للأسف. نجد هنا في بعض المنظمات ذات العلاقة عملية الهجرة بتقديم تأتي عن طريق تقديم اليد العون لمجموعة المهاجرين المحتجزين في المراكز الاحتجاز، ومن ثم تذهب إلى أبعد من ذلك إلى الخروج من هذه المراكز إلى واقع الأرض وتبدأ في وضع سياسات لعملية التوطين تحت مسميات مختلفة. وللأسف نجد هنالك مباركة مؤسساتية ومباركة قانونية، مباركة على مستوى أعلى من مؤسسات دولة، مباركة أيضا شعبية من قبل البعض الذي عن جهالة، أنا أعتقد عن جهالة، يدعم مثل هذه المنظمات ويعمل لها ويزودها بتقارير وببيانات ليست بالضرورة بيانات صحيحة. إذن هل هو سوء تنسيق أم تكشف لأعمال مزعومة لهذه المنظمة على حقيقتها؟ وهل يمكننا اليوم أن نستنتج بأن لا تنسيق مسبق بين الأجهزة الحكومية المختصة في ليبيا؟ أم هل أن الأجهزة الأمنية تكشف لديها بوضوح لا يخالجه الشك في محاولة من منظمة أراباتشي لتوطين المهاجرين في ليبيا؟